امتى قصيت على لعيبه الجون؟ بما ان انت في فتره قصيت على، امتى حسيت انه الامور بتهدى منهم يعني وعايز تحمسهم تاني وتخليهم يشتغلوا تاني؟ لا كتير، في فتره العدم الاتزان دي في النتائج ما كانتش مساعده، بس انا كنت شايف ان هم في الملعب عاملين اللي عليهم، بس احنا كنا بناخد بكل الاسباب اللي كانت ممكن تحطنا على التراك وتحطنا على الطريق الصحيح. هم فعلا في الاول كان في زي ما كانش في التجمع اللي انا بقول لك عليه، جه بدايه الدور الثاني مع اللعيبه اللي دخلت علينا، اللعيبه كلها كان الحمد لله اختياراتنا كانت في زي ما بيقولوا في المكان الصح، الحمد لله كلهم كانوا اضافات. التجميعه دي بالمجموعه دي كلها هم اللي وصلونا للمرحله طيب دي. المجموعه دي، القوام ده هو اللي مكمل في الممتاز ولا هيتم الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين وضم عدد كبير من اللاعبين؟ المشروع الممتاز بقى هيبقى مبني ازاي؟ هو لسه احنا بالنسبه لي يعني مفيش اي كلام بالنسبه للموسم الجديد، بس في فرقه موجوده وفرقه محترمه تستحق ان هي تبقى موجوده في الدوري الممتاز، لكن ان انت تنسف وتعمل حاجه جديده دي هتبقى موضوع صعب. لا انت عندك قوام، وعندك قوام كويس جدا جدا، ولعيبه عندها خبرات ولعيبه صغيره، عندك كل التنوع اللي انا بقول لك عليه لا موجود. متهيألي يعني الموضوع ان انت تبني على القوام ده هو اللي هيبقى سبب النجاح في الموسم الجديد. طب انت كنت قايل الجونه او يبقى اول ما خلصت الموسم قايل الجونه انت هتبقى محتاج كام لعيب في الدوري الممتاز، كام مركز، كام تدعيمات قد ايه؟ قايل لهم بشكل مبدئي حتى انت محتاج كام لاعب عشان تخش الدوري الممتاز؟ انا ما اكذبش عليك احنا ما تطرقناش للقصه دي خالص، لكن احنا خلصنا ماتش شبان قنا في قنا، رجعنا تاني يوم بس الجونه خدنا الصوره التكريميه، بعد كده خدنا كل الناس خدت اجازه، بعد كده رجعنا تاني الحفله، ما كانش في اي كلام من اي نوع، بس انا واثق جدا جدا في الناس اللي موجوده في احترافيتها. كان التجربه اللي هم مروا بيها دي نقطه مهمه انا برضو حابب اقولها لك يا كريم. دخلتي في الاول مش من اللعيبه بقى، من الجهاز نفسه، جهاز الناس كلها كانت مصدومه بالهبوط. فرقه الجونه يعني ما ينفعش انها تبقى في القسم الثاني بالامكانيات الموجوده، كان عايز اقول لك يمكن هي الفرقه الوحيده اللي عندها استاد كامل باضاءته بمدرجاته، ملعب فار على اعلى مستوى باضاءته، الامكانيات كلها موجوده ان فرقه الجونه تبقى في الدوري الممتاز وتبقى في مكانه كويسه كمان. أيوة. لما دخلت عليهم على الجهاز اللي موجود الاداري والطبي كان في كميه احباط رهيبه عند الناس، ان انت تطلع الناس دي ما فيش وقت، ما عندكش طبعا وقت 15 يوم وهتدخل طبعا. غير اللعيبه اللي نازله معاك بعد كده اللي دخلت عليك برضو، في ناس ما لعبتش القسم ده وبالذات في الصعيد كمان، فكان الموضوع خد مننا وقت. شغلانتك بقى دور معنوي كبير جدا بجانب دور فني كبير جدا في فتره ضيقه جدا بالزبط. فالموضوع في منتهى الصعوبه. بالظبط بالظبط. طيب انت بقى نفسك مستقبلك ايه مع الجونه؟ يعني سالتك على اللاعبين ومستقبلهم، انت نفسك مستقبلك ايه مع الجونه؟ هل مكمل مع الجونه الموسم اللي جاي؟ تجربه جديده، الوضع ايه بالنسبه لك؟ السؤال ده سالته السنه اللي فاتت سالته برضه في نفس القعده طبعا دي. طبعا هي نفس الاجابه والله. انا برضه كريم بحترم الناس جدا هناك ايا كان موجود او مش موجود، لا انا سعدت وشرفت ان انا كنت موجود السنه دي في الجونه، انا كان عقدي موسم واحد ينتهي 15/6 مع اخر ماتش، التارجت بتاعنا حققناه الحمد لله، اي حاجه تحصل تاني احنا راضيين بيها والحمد لله. يعني الواحد بقي اسمه يتردد شويه في السوق مع الجهاز طبعا، فلسه في فتره ريست برضو، كان الضغط كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت، محتاجين ان احنا نهدى شويه، لسه الوقت بدري يعني، فربنا يعمل فيه الخير يعني، احنا مستنيين وهنشوف يعني باذن الله. طيب. ان شاء الله الجونه في الدوري الممتاز الموسم اللي جاي صعبه ليستمر ولا هيبقى من الفرق اللي صعدت ومش هتكمل؟ وانا هنا بكلمك بقى ايه، مش المدير الفني للجونه، انا بكلمك الراجل اللي من بره وشايف كل فرق الدوري، شايف الجونه هيبقى منافس على الاقل في منطقه وسط في جدول ترتيب الدوري ولا الجونه هيبقى بعيد؟ لا في ناس شاطره موجوده كريم، وانا لسه يمكن من شويه بقول لك هم كان تجربه قاسيه جدا 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 بالنسبه لهم هبوط الجونه دي السنه دي، فهم في شويه متهيألي يعني هم على كلامهم شويه اخطاء حصلت هم هيتلفوها طبعا الموسم ده، وانا اعتقد يعني الموسم الجاي الجونه لا هتبقى في مكانه كويسه، مش هتبقى الفرق المهدده بالهبوط، هتبقى في مكانه كويسه وده مكانها بالامكانيات اللي هي فيها. يمكن الصعوبه الثالثه اللي كنت عايز اقول لك أيوة عليها عشان طبعا. الكلام ما ياخدناش بس يمكن انت حضرت القصه اللي حصلت في ماتش المنيا طبعا، دي لازم اقولها برضو،
الناس كلها كانت قاسية جدا جدا على مسعد وعلى صافي، لكن ده كان موقف يعني بالنسبة لي أنا موقف كورة في ماتش لحظي ما كملش الموضوع 30 ثانية. لكن هم قبل القصة دي، لا مسعد جالنا في شهر يناير لعب 9 ماتشات 6 كلين شيت، صافي مساهم في أكتر من 50% من أهدافنا في الدور الأولاني، لعيبة كانت مؤثرة بالنسبة لنا. بس كان في موقف ساعتها كان لازم يتاخد عشان الفرقة، بس مصلحة الجماعة طبعا لازم تاخد القرار ده، لكن ده ما قللش من مجهودهم معانا يعني. صحيح.